يعني تيجي نروح بقى للمجموعات فيها كلام كتير لسه وربنا يستر، ومين ممكن يتأهل بقى؟ يعني نتكلم هنا للمباريات الفاصلة، وخلينا نبدأ مع حضرتك لو حابب نتكلم عن الجزائر مثلا او غيره. يعني هتكلم الاول على المنتخبات العربية الافضل، لان لما بيتأهل من 10 مجموعات 10 منتخبات، انا شايف ان منهم 4 عرب، وده بصراحة انجاز كبير جدا. طبعًا. ان طبعا منتخب الجزائر في مجموعته الاولى معاه بوركينا فاسو هو متصدر ب7 نقاط، ومعاه بوركينا بنفس الرصيد. الناس بتشوف ان هو الموضوع ايكوال ما بينه وبين بوركينا فاسو، لكن بصراحه الافضليه لمنتخب الجزائر، حتى فرق الاهداف كتير جدا، افضل اقوى هجوم في المجموعات برصيد 15 هدف، لسه كسبان 6 وقبلها كسبان 9، يمكن بس كان عنده ضرب وحيد بالتعثر بالتعادل مع بوركينا فاسو خارج الارض. اذا استمر هذا يعني مثلا يعني في الجوله الخامسه والجزائر فازت وبوركينا فاست على النيجر وجيبوتي، اعتقد الجوله الاخيره اللي هتكون حاسمه، وان شاء الله تكون سهله لانها هتكون في ملعب مصطفى تشاكر في البليده في الجزائر. والمباراه دي يعني المنتخب الجزائري محتاج بس التعادل، لان الافضليه الاهداف هتكون ليه، فاعتقد انه الجزائر في طريق مفتوح الى للفوز، قصدي للتاهل. دايما محافظ على مستواها المنتخب الجزائري من زمان، يعني دايما ما تحسش ان عنده باي فترات فيها يعني ايه تدني في المستوى، دايما محافظ. لا هو كان بعد فتره الثمانينات اللي هي كانت رهيبه جدا، اللي هو الاخضر بلومي وصالح الصاد او صالح اسد، وكان رابح ماجر انت فاكر الماتش الشهير بتاعهم لما قلب مباراه كاراتيه بالظبط. لا ده كانت معانا، هم دايما معانا كده على فكره. فبعد الجيل ده كان حصل لهم هبوط حاد في كره القدم الجزائري في التسعينات، اللي هي عشريه الارهاب اللي كانت اثرت على دوله الجزائر عامه، ومن ضمن التاثير كان الجزائر كانت بتتغلب، غابت تماما عن كاس العالم وغابت عن تمثيل حتى التاهل لكاس الامم الافريقيه بعد الفوز اللي كان الاول سنه 90 على ارضها لما خدوا كاس الامم في الوقت ده. بعد كده بدا في الفتره الاخيره مع رابح سعدان، يمكن في بدايه الالفيه الجديده بدا يتحسن نوعا ما، وقدر يتاهل لكاس العالم، وكان على حساب منتخبنا للاسف في 2010، وقدر يصعد يعود مره اخرى لكاس الامم الافريقيه، وشيئا فشيئا طبعا حاليا مع جبل من الماضي فاز بالدور الاخيره كاس الامم الاخيره في القاهره كانت 2019. فهو بقى عنده جيل موهوب جدا من المحترفين، اسلام سليماني، الان دلور، رياض محرز، بصراحه كوكبه محترمه جدا ونظيفه جدا، وهي طفره في الكره الجزائريه في الفتره الاخيره، بيعيش افضل ايامه. اعتقد منتخب الجزائر هو المرشح بقوه للتاهل للمرحله الاخيره. ده اول منتخب في المجموعه الاولى. طبعا. منتخب تونس يمكن المجموعه الثانيه امبارح تعادل مع استوائيه وزامبيا، هو تعادل امبارح مع موريتانيا خارج الارض 0-0، وصل لنقطة العشرة، اعتقد اللي هو برضه في طريق مفتوح بكل امانه. ان ما كانش هو الاقوى، لكن هو احد اقوى 4 منتخبات دفاعيا، يعني تونس، المغرب، مالي، كينيا، الاربعه لم تهتز شبكهم في الاربع جولات. منتخب تونس منهم عنده شويه دروبات، منتخب تونس مش بصراحه مش قوي زي ما كان، لكن مجموعته سهله بكل امانه، ده خدم الظروف بتاعته في مجموعته. يمكن هرجع يعني هروح بعيد شويه للمجموعه يمكن التاسعه، مجموعه المغرب، عشان المنتخب عربي. المغرب في طريق مفتوح للتاهل لانها 9 نقاط من 3 مباريات، لان كان ليها ماتش ما لعبتهاش، كان بسبب احداث حصلت في غينيا، احداث سياسيه، انقلاب وبتاع، فما لعبش، لكن لو لعب الماتش ده كنت هيبقى عنده 12 نقطه، هو المتاهل. يعني هو الثاني اللي بعديه غينيا بيساو عنده تقريبا 7 نقاط، اقل منه بنقطتين بس، مع افضليه مباراه، ده لعب 4 والمغرب لعب 3، فالمغرب في طريق مفتوح. وحيد خلوليزيتش اللي هو المدير الفني البوسني للمغرب عامل مستوى رائع جدا، قاهر النجوم، هو شخصيته القويه. يعني تخيل منتخب المغرب بجلاله قدره ما فيهوش حكيم زياش اللي هو نجم تشيلسي بطل دوري ابطال اوروبا، ما فيهوش حكيم زياش، استبعده وقال مش عايزه لمجرد ان اللاعب يعني شاف نفسه شويه، قال مش عايزه. كان قرار يعني انتقدوا البعض بشكل كبير، انتقدوه وما زالوا بينتقدوه، وما زال الجمهور المغربي عايز والصحافه المغربيه طبعاً عايزه عوده زياش. هيرجع بس هو بيورس ودنه، الدنيا دلوقتي سهله، بيساوي وما بيساويش ومش عارف الكلام فكر العادي ده، لكن هو مستني بيقرصك في ده، لكن لما يتاهل لا طبعا محتاجه، ولو صعد كاس العالم اكيد محتاجه. مين ما يضمش حكيم زياش بالنسبه للمغرب، زي رياض محرز بالنسبه للجزائر، زي محمد صلاح بالنسبه لمصر، ما ينفعش يسيبه. بس الناس بتضغط عليه، بس هو شخصيه خلوزيتش صارمه جدا، ده اللي خلاه كان هو مدير فني منتخب الجزائر في كاس العالم 2014 في البرازيل، وكان صارم جدا، ولمجرد البعض انتقده رجع هناك ورفض ان هو يكمل مع منتخب الجزائر، رغم طلب رئيس الجمهوريه وقتها عبد العزيز بوتفليقه ان هو يكمل، لكن هو اعتذر له. هو شخصيته قويه جدا، ما بيحبش حد يبص له. اتمنى على فكره
مدرب زي ده في المنتخب المصري، ان ما ينفعش معانا النوعيه دي. كلام كبير قوي ده. اتمنى لا، ما هو شوفي الثقافه المواطن العربي ما ينفعش معانا الصراحه، ما ينفعش معانا غير ما ينفعش معانا لا ده ينزل تصريح ده يا جماعه دلوقتي استرابا لو سمحت. اتمنى وكنت اتمنى واحد خلوزيتش يجي عشان ما عندوش بقى مع كامل تقدير الناس صلاح زي اللاعب اللي قاعد احتياطي، ما عندوش هو العطاء. هو تخيلي النهارده مدرب مثلا زي كروش يقعد صلاح او يستبعده اصلا مش قاعد، الدنيا تقوم معاه، الدنيا تقوم عليه. لكن بس فده بالنسبه للمغرب. نختم يعني بمصر ولا بنختم بايه؟ زي ما تحبي. طب يعني مصر محسومه، احنا بنتكلم ان هي ان شاء الله اقوى يعني، هي هو منتخب مصر يعني يفوز يريح نفسه، يفوز لانه هيفرق باربع نقاط باربع نقاط عن اللي عن المنافس، بيدي نفسك اريحيه فيما لو لا قدر الله تعثرت، لان ما بقتش حاجه مضمونه في المنتخب المصري. انت طالع برضه ده تصريح مش مضمون. ما كلام حضرتك على فكره مش سهل. لا ليه ما بقاش حاجه مضمونه؟ حضرتك ضمن منتخب مصر يكسب في اي ماتش في الوضع اللي احنا فيه ده. احنا قاعدين قدام ليبيا كسبانين، انا قاعد لحد ما الحكم اطلق صفارته الحمد لله. ماتش جابون الحمد لله على الهدف اللي جابه. طب احنا هنقضيها ربنا يستر ولا ما هو بالدعوات لما الكلام ده كله في التصفيات المؤهله، لو لا سمح الله تاهلنا هيحصل معانا 100 مليون بيدعوا فربنا يستر ان شاء الله.